السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مقادور للرقي والمعرفة، أينما كنتم أهلا بكم، سعدت بلقياكم وتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذا دائما في إطار قراءة وتحليل رواية كانديد والأوبتيميزم للكاتب الفرنسي، نقدم لكم هذا الجزء الثاني الذي سوف نخصصه لتلخيص الفصول العشرة الأولى من الرواية. إذا كيف سوف نعمل؟ إذا سوف أقوم بقراءة الفصل الأول بالفرنسية ثم أعطيكم الشرح بالعربية حتى يتسنى لكم فهم الرواية وبفهمكم للرواية بطبيعة الحال سوف تتمكنون من اجتياز الامتحان. وهذا المحتوى موجه لتلاميذ السنة الثانية من البكالوريا وكذلك الأشخاص الذين يستعدون لاجتياز امتحان البكالوريا لين شهادة البكالوريا برسم سنة 2021-2022. وكالعادة ودعما للقناة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإعجاب دعما للقناة. إذن على بركة الله نبدأ في تقديم المحتوى. إذن نشرع في تقديم تلخيص رواية كانديد بالنسبة للفصول الأول إلى الفصل إلى غاية الفصل العاشر. إذن كما قلت سالفا فغادي نقرأ بالفرنسية ومن بعد غادي نعطي الشرح بالعربية لكل فصل. على شرط لماذا أصر على قراءة بالفرنسية؟ أولا لضرب عصفورين بحجر واحد. اولا كنتعلموا القراءه بالفرنسيه وكنتعلموا كيفاش كتقرا الفرنسيه كيفاش كيتنطقوا لي مو اون فرونسي. وثانيا راه في الامتحان حنا مطالبون اننا نجاوبوا بالفرنسيه، لذلك خصنا في الاول نقراو بالفرنسيه باش انكم تعلموا كيفاش كتكتبوا الكلمات كيفاش كيتنطقوا الكلمات وكنتعلموا اللغه الفرنسيه. اذا فلا بد اننا نقراو بالفرنسيه ومن بعد غادي باش نفهموا المعنى لا غادي نقدم لكم الشرح بالعربيه. لذلك خذوا معايا واحد المذكرة ولا بلوك نوت وقوش جوج الكلمات اللي صعيبة عليكم وما فيها باش انكم اي حاجة ما فهمتوهاش اي فصل ما واضحش اكتبوا لي في التعليق الفصل اللي ما واضحش لكم ولا الاشياء اللي ما واضحش وغادي نشرحها ان شاء الله. على بركة الله نبدا. شابتر 1 Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le jeune candide docile et ingénu le baron de Tenderten Trocr, l'un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, et probablement son oncle, l'a accueilli dans un château protégé et clos, qui fit rempart à toute violence extérieure. Candide est secrètement amoureux de Cunégonde, la fille du baron et de la baronne. La félicité est absolue jusqu'au drame. Candide et Cunégonde sont surpris par le baron dans leur ébat. Dans leurs ébats, Candide est saché du paradis et l'aventure commence. Candide n'aura de cesser de retrouver Cunégonde, objet d'une quête qui le révélera peu à peu à lui-même. À travers les yeux de Candide, le château protecteur renvoie à un âge d'or où l'abondance et l'équilibre apparent dispense d'une réflexion plus aboutie que la philosophie de Pangloss. Précepteur de la maison, ce paradis se révèle cependant artificiel. L'exclusion du héros ouvre la boîte de Pandore et l'idéologie qui anime cet univers ne résiste pas longtemps aux tempêtes. Voltaire inscrit d'emblée le conte dans une référence commune qu'il va s'appliquer à déconstruire à travers un voyage où le héros se trouve successivement confronté à tous les malheurs du monde, puis aux tripitudes de l'âme humaine. Et donc, on va dire au sarah bil arabia fi hada al fasl al umur tasir ala ma yuram. Et donc, fi hada al fasl al umur tasir ala ma yuram fi alam ra'i' بالنسبه للشاب كانديد الطيع البريء. الطيع البريء. لو بارون دو تندر تان تروك، اذا النبي الاستروقراطي مالك قصر تندر تان تروك، اذا فتندر تان تروك هو اسم قصر، واحد من اقوى الاسياد في مقاطعه ويستفالي. هو احتمالا بروبابلمون سون اونكل، احتمالا عمه، لأن والدته كان مشكوك في أمرها. إذن فوالدة كانديد هي أخت لو بارون
ولكن مش مشكوك لانه الطفل كيشكو بانه الطفل غير شرعي. المهم احتضنه عمه في القصر المحمي والمغلق والذي يشكل حاجزا ضد كل عنف خارجي، ضد عنف كلو افيرون بار توت فيلونس اكستيريور. اذا مزيان نتابع. كونديد يحب سرا كونيغاند ابنة النبيل والنبيلة، السعادة مطلقة إلى غاية وقوع المأساة، إذن إلى وقع جيش كودغام. مزيان. إذن نتابع. كونديد وكونيغاند تم ضبطهم من طرف النبيل في لحظة عشق ومرح، ما تسبب في طرد كونديد من الجنة وتبتدئ مغامرته. في نظر كونديد القصر يحيله ويرجعه إلى الحقبة الذهبية والخير والتوازن الظاهر، ويعفيه في التفكير خارج فلسفة بانغلوس. إذن كانت فلسفة بانغلوس هي السائدة آنذاك. مزيان. إذن الشيء، هذه الفلسفة التي تقول وتؤمن بمثالية هذا العالم، هذه هي فلسفة بانغلوس. هذا القصر وهذه الجنة ظهرت فيما بعد أنها مزيفة، إذن أختيفيسيال، مزيفة. ce paradis se révèle cependant artificiel, artificiel. طرد البطاط كونديد سيفتح صندوق شرور والإيديولوجيا التي تنظم هذا العالم، إيديولوجيا بانغلوس، لن تصمد في وجه المتاعب والمآسي. فولتير سيسجل هذه الحكاية الفلسفية، إذن كما قلنا فهي حكاية أنفسية. فولتير انسكري دامبلي لو كونت دون جو ريفرنس كومين. إذن فلسفة سائدة فولتير. إذن فولتير سيسجل هذه الحكاية الفلسفية في ظل فلسفة سائدة، والتي هي فلسفة التفاؤل، التي تعتقد بمثالية هذا العالم، والتي سيعمل على دحضها. إذن ففولتير سيعمل على دحض هذه الفلسفة من خلال سفر كونديد. إذن ديكونستروير اترافير ان فواياج او ليرو سوتروف successivement confronté à tous les malheurs du monde. مزيان. حيث سيواجه كل مآسي هذا العالم والشر الإنساني. إذن هذا هو الشابتر الأول، هذا هو كما كنقولوا هذا هو الانتيسيبي في الرواية. هذا هو. إذن فنمروا للشابتر 2. شابتر 2. Seul et désemparé, Candide rencontre dans la ville voisine deux. Donc c'est un mot allemand, à la porte d'un cabaret, deux recruteurs de l'armée du roi des Bulgares qui l'enrôlent aussitôt au seul motif que Candide mesure 5 pieds et 5 pouces de haut. Après des débats difficiles, Candide, peu fait des jugeages militaires, déserte avant d'être rattrapé et conduit au cachot. Un choix lui offert, être fustigé 36 fois par tous les régiments ou recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Candide choisit le fouet, puis les balles, avant d'être sauvé par le roi des Bulgares sensibles à ce jeune homme métaphysicien fort ignorant des songes de ce monde. كما قلنا في الفصل الأول، فتم طرد كونديد بطل وحيد وأصابه اليأس. كونديد سيلتقي في المدينة المجاورة اللي قلت لكم الاسم ديال هذه المدينة مكتوب بالألمانية ما قريتوش. في المدينة المجاورة رجلان، سوف يلتقي برجلان في مدخل حانة كاباري. في مدخل حانة، هذا المدخل حانة، هاد لي دو زوم، هاد الرجلان مهمتهم انهم يجندون تجنيد، يقومون بتجنيد الاشخاص في جيش ملك بلغاريا. اذا غادي يقوموا بتجنيد هاد كونديد، علاش؟ لانه كيتوفروا فيه الشروط ديال 5 اقدام وخمس اصابع ديال الطول، في الطول المثالي. إذن بعد بداية صعبة وعدم قدرته على مهام الجيش، سيترك الجيش ولكن
بسرعة سيتم القبض عليه ويقاد إلى السجن. إذن يقاد إلى السجن وسوف يتم إعطاؤه اختيارين بين الجلد 36 مرة من قبل كل الجيش أو أن يتلقى 12 رصاصة في رأسه. في الهولة الأولى سيختار الجلد من بعد ما سيتبين له بأن هذا الأمر صعب جدا، ثم سيختار الرصاص، ولكن سوف يتم إنقاذه من طرف الملك الذي مر بالصدفة، الذي سيشفق على هذا الشاب الميتافيزيقي والجاهل بحقائق هذا العالم. ننتقل إلى الفصل الثالث، غادي نقرا بالفرنسية. كانديد سيدوي dans un premier temps par le spectacle de la bataille se met à trembler devant ce qui à ses yeux devient vite une boucherie héroïque qui conduit le héros à se cacher avant de s'enfuir en jambant les cadavres. Il arrive en Hollande, tente de mendier pour manger et rencontre, après quelques échanges malheureux sur la religion, Nana Baptiste, Jacques qui le nourrit et lui propose un travail dans une manufacture d'étoffe. Il va croiser un gueux tout couvert de pustules. Il va croiser un gueux tout couvert de pustules. C'est avec une ironie grinçante que Voltaire propose une présentation de la guerre qui dénonce la brutalité et l'inconséquence militaire tout autant que le désastre d'un système de pensée en totale décadence avec le monde qu'il tente d'expliquer. Dans le fait de la Candide Mbour, et dans le fait de la fin de la Malik, Candide Mbour, le Mashhad al-Juyush, dans la harbe, fait un amour. سيرتعد بسرعة للمجاجة التي ستخلفها الحرب، مما يجعله يهرب من قرية إلى أخرى مخلفا وراءه عشرات الآلاف من الجثث والمآسي، إلى أن يصل إلى هولندا منهوكا من الجوع والتعب، مما يجعله يحاول طلب الإحسان ولكن دون جدوى، حيث التسول مرفوض في هولندا ومعاقب عليه. بعد ذلك سيلتقي جاك نانا باتيست، لما كنقولوا نانا باتيست هو الذي لا يعترف بطقوس الكنيسة. هذا الرسول سيقدم له طعام، سيقدم الطعام لكونديد ويقترح عليه عمل في مصنع للملابس. في هذا الفصل سيلتقي بصعلوك مليء بالبطرة، كما كنقولوا حبوب في الجلد. هذا الحكاية، ولكن هذا خارج النص في هذا الفصل. إذن فالكاتب غادي يستعمل السخرية ليغوني، كما كنقولوا واحد اون فيغور دو ستيل اللي كيقدم بها الحرب، غادي يوصف الحرب بواحد ليغوني، بس انه ينتقد هاد لا بروتاليتي، هاد العنف، وهاد لا مسؤولية ديال الجيوش اللي كتخلف واحد الدمار، واحد الفارق ساشع بين واحد العالم اللي كيحاول انه يشرح. شابتر 4، لو غو تو كوفير دو بوستول سو ريفيل اتر بانغلوس ابو دو فورس مالاد دو لا فيرول اي دون لانكاباسيتي دو سو سوانيي il informe Candide de la destruction du château après son départ, de la mort du baron et de la baronne, de leur fils et surtout de Conigante. Le paradis n'est plus. Candide s'interroge. Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous? Tout en restant fidèle aux certitudes de Pangloss qui s'évertue à justifier jusqu'à la révolte qui le tue. Jacques, le bon anabaptiste, parvient à guérir Pangloss et le prend avec Candide à son service. Ils les embarquent ensemble pour Lisbonne et affrontent une terrible tempête
à l'approche du port. L'optimisme du philosophe est confronté à des preuves, des faits. Les personnages s'obstinent, cependant, ce n'est que le début du voyage. سرلوك كان بانغلوس، سرلوك اللي كان مليء بالحبوب، يعني ذاك المرض اللي كان مريض، سرلوك اللي كان مريض، سرلوك الذي كان مريضا، كان هو بانغلوس منهوك ومريض ومستنزف القوى. سيخبر كونديد بتهدم القصر وموت وقتل كل من فيه، وبالأخص كونيغوند. الجنة لم تعد قائمة. كونديد يتساءل دائما في وفاء بفلسفة أستاذه بانغلوس، أين هو هذا العالم المثالي؟ والأستاذ الذي يحاول تبرير كل هذا، رغم تبرير والدفاع عن فلسفته رغم مرضه. جاك سيشفي بانغلوس ويقوم بتوظيفهم معهم ويأخذهم في رحلة عمل إلى ليسبون. ليسبون هي عاصمة البرتغال، حيث سيواجهون هناك عاصفة عند الاقتراب من المرفأ. فلسفة الفيلسوف ستمتحن بالوقائع، ولكن رغم ذلك الشخصيات تتعنت وتستمر في الدفاع عن هذه الفلسفة التي هي الأوبتيميزم. شابتر 5، الفصل الخامس. Les catastrophes s'enchaînent. La tempête anéantit le vaisseau et les passagers. L'anabaptiste Jacques périt d'avoir aidé un matelon qui le laisse se noyer. Seuls Pangloss et Candide survivent pour être aussitôt exposés au tremblement de terre qui détruit Lisbonne et écrase ses 30 000 habitants. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène, s'interroge Pangloss. Voltaire met en scène le tremblement de terre de Lisbonne survenu le 1er novembre 1755. L'événement bouleverse profondément les mentalités. Capitale d'un pays réputé pour sa foi catholique, Lisbonne ne semblait pas mériter ce châtiment. Pourquoi une pareille catastrophe le jour d'une fête catholique? La philosophie du XVIIIe siècle ne s'explique pas sur une telle manifestation de colère divine. L'Inquisition s'acharne en vain à chercher des coupables. بالنسبة للشرح والمعنى ديال هذا الفصل، فالكوارث تتوالى وتتتابع. جاك يلقي حدفه جراء مساعدة بحار بفعل العاصفة. إذن بانغلوس وكانديد ينجوان ليتعرضا إلى زلزال الذي سيدمر عاصمة لشبونة وسيسحق 30,000 من السكان. ما هو السبب الحقيقي لهذه الظاهرة، يتساءل بانغلوس. إذن فولتير هنا، فولتير يدرس زلزال لشبونة، زلزال لشبونة عاصمة البرتغال الذي وقع في الأول من نوفمبر 1755. هذا الحدث سيؤثر بعمق على العقليات. عاصمة معروفة بإيمانها كاثوليكية، يعني العاصمة معروفة بالإيمان ديالها هي كاثوليكية، لسبون لا تستحق هذا العقاب الإلهي. لماذا هذه الكارثة وقعت يوم الاحتفال الكاثوليكي؟ فلسفة القرن 18 لم تجد بعد تفسيرا لهذا العقاب الإلهي. محكمة الكنيسة رغم ذلك ستبحث عن المتهم عن هذه الكارثة. هذا هو الشرح ديال هذا الفصل، هذا الشيء اللي وقع. لأن الأوبتيميزم كيقول بأن هناك حياة مثالية، ولكن العكس الذي وقع. إذن هذا الزلزال الذي وقع ويعني والكنيسة غادي تقلب على شيء متهم، يعني حتى تبرر هذا العقاب الإلهي. ننتقل. شابتر 6، فصل 6. Afin d'empêcher les tremblements de terre, des hommes sont brûlés pour des raisons absurdes. Pangloss et Candide sont proches de subir un sort identique. Pangloss est pendu et Candide fouetté. Cette cérémonie n'empêche en rien un nouveau cynisme le soir même. Une parodie de raisonnement tente d'enchaîner les liens de cause à effet. Mais Candide s'interroge dans un grand désoir. Il voit
s'ébranlait ses certitudes. إذا لتفادي وقوع الزلزال أناس تم حرقهم، يعني من طرف الكنيسة بطبيعة الحال تم حرقهم لأسباب تافهة، إذا اتهموهم بأنهم هم اللي تسببوا في هذا الزلزال. إذا وكانديد بانغلوس تم شنقه، حتى بانغلوس لقي نفس الحذف، تم شنقه وكانديد تم جلده ولكن في نفس اليوم تم زلده، ورغم ذلك لم يمنع من وقوع زلزال آخر في نفس اليوم، رغم أن الناس اللي كانوا متهمين بهذا الزلزال تم تعذيبهم وقتلهم، إلا أنه العاصمة تعرضت لزلزال آخر في نفس اليوم، في نفس المساء، وبدأت رحلة البحث من جديد عن السبب الرئيسي لهذه الكارثة. ولكن كانديد في تلك الحالة من الصدمة بدأت قناعته تتبدد وتتغير. يعني كانديد من وقع ليه قاعد وقعوا لي هذه الكوارث، بدا كيغير من هذه الفلسفه، هذه بدا يتركها، بدات تتبدد هذه الفلسفه في عقله. نتابع شابتر 7 الفصل السابع. كانديد est sauvé par une vieille femme, personnage symbolique qui revient plusieurs fois au cours du voyage, comme l'anabaptiste. La vieille lui permet de se soigner, de se nourrir et de s'habiller. Et le conduit vers une jeune fille que Candide dévoile. Quel moment, quelle surprise! Il croit voir Mademoiselle Cunégonde. Et il la voyait en effet. C'était elle-même. Coup de théâtre. Ce ne sera pas le dernier, puisque la logique de causalité de Pangloss, la narration pose la surprise et le retour du personnage qui semblait, a priori, écarté du péril. Le désastre du château est raconté une seconde fois par Cunégonde, et ici en s'assez qui laisse entrevoir une autre histoire parallèle à celle suivie par le lecteur depuis le chapitre 2. بالنسبة للفصل السابع تم إنقاذ كانديد من طرف المرأة العجوزة، شخصية رمزية تتكرر أثناء السفر. إذن مثل جاك، إذن فهذه شخصية رمزية جاك، لأنه المرأة العجوز توفر له الدواء والمأكل والمسكن، وتقوده نحو شابة حيث ستكون مفاجأة، حيث سيكتشف أنها كانيغوند، حيث القارئ سيستمع لرواية كانديد نفس المآسي التي تعرضها البطل، مما سيعطي زخم للرواية، إذن سيعطي زخم للرواية، إذن وهنايا لأن غادي يكون حاكي في وسط الحاكي. لان كانيغوند غادي تعاود لتوقع لها، ونفس الاحداث اللي تعاودت في الفصل الثاني غتعاود هنا، نفس الاحداث اللي تعرض لها البطل لما تم طرده من من من, من القصر، غيتعرض لها كانيغوند من تعذيب واغتصاب الى ما دون ذلك. اذا فهذا هو صح الفصل السابع. شابتر 8 الفصل الثامن. كانيغوند se lance dans un récit de nombreuses péripéties suite à l'attaque du château. Il tombe sur le joug d'un capitaine bulgare qui la revend à un trafiquant dont Ishaq. Celui-ci la partage depuis 6 mois avec le grand inquisiteur. Ces malheureux en Syrie la conduisant à remettre en cause la philosophie de Pangloss. بالنسبة للفصل هذا فهنا ستحكي كونيغوند كل المآسي التي مرت منها، ما سيدحض 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 لها فلسفة بانغلوس. إذن حتى هي غادي تخلى على هذه فلسفة بانغلوس، لأنها غادي تتعرض لبزاف المسائي من اغتصاب ومن بيع، سوف تباع إلى يهودي، هذا اليهودي سوف يقتسمها مع قس الانكيزيتور الحاكم في الكنيسة. إذن غادي تتعرض بزاف للمهانات، إذن فغادي غادي تراجع على هذه الفلسفه ديال بانغلوس. شابتر 9 الفصل التاسع. دون إيساشار نابريسي غير لا بريزونس دو كانديد اي لا بريسبريتيف دان سكوند ريفال اي لو مناس دان بوانيار. كانديد براندي اون ايبي اي ابا سون ادفيرسير. لانكيزيتور سورجي. كانديد كومونس ا ريزوني ليبي ا لا مان اي تو لانكيزيتور بور اون ناتور سي بو
belliqueuse, c'est là un changement radical. Candide s'explique, ma belle demoiselle, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. La vieille les exhorte à l'action et elle s'éloigne sur des chevaux andalous avant l'arrivée de la Sainte Hermandad, la police régionale, et elle gagne alors la ville d'Avancina dans les montagnes de la Sierra Morena. N'est-ce pas la facilitation? Tam adapt conigante, ou candide, mini yahudi. Malik conigante. La reine a satisfait le jour à la candide, la kin chab sert le yahudi bisif. Fad la hada sayed harul hakim. Il a dit, et à casse mou yahudi fi candide, film le kia, al battle sert le hobby binefsi. بنفس السيف عفوا العزيز تنصح بالهروب ويبدأ الهروب بالأحصنة عبر الجبال في اتجاه إسبانيا. Chapitre 10, فصل 10. Les dernières richesses de Conigonde ont été volées. Le trio est dans l'embarras. Quel parti prendre, s'interroge Candide. Ils vendent l'un des trois chevaux et arrivent à Cadiz. Une flotte s'apprête à partir pour le Paraguay afin de combattre les révérendes pères jésuites. Candide convainc le général de ses compétences militaires et devient capitaine de l'équipage. Candide et la vieille et deux valets embarquent avec deux chevaux pour le Nouveau Monde avec l'espoir de que celui-là sera meilleur. L'espace éclos, le temps est alors au récit. La vieille raconte son histoire. بالنسبة لشرح الفصل العاشر، مجوهرات كونيغوند سرقت، لم يتبقى لديهم شيء، قاموا ببيع أحد الخيول ووصلوا إلى كاديكس، سفينة على وشك الإبحار إلى الباراغواي للحرب. كونديد يقنع القائد بكفاءته العسكرية، ما جعله قائد لفرقة عسكرية. تم شحن الأصحنة والمرأة العزيز وكونيغوند على السفينة وبحرين في اتجاه عالم جديد في أمل أن يكون أفضل. المكان مغلق في السفينة وقت حكي المرأة، يعني المرأة تحكي قصتها وحكايتها. هذا هو الشرح بالنسبة للفصل العاشر. وبالنسبة للفصول العاشرة ككل، إذن أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم مضمون هذه الفصول، هذو الفصول العشرة. كما قلت سابقا، إن كان لديكم بعض الغموض اكتبوا لي في التعليق، وإلى الثاني لتتم تلخيص الفصول المتبقية. إلى اللقاء.